الولد عمره 13 سنة. قلت له يا بابا طيب انت الحين حبيت المعلم هذا، المعلم جاي وانت جاي، انت الحين تعرف شنو يعني جاي؟ انت تعرف يعني شنو شذوذ؟ جاي يقول لي يعني انا اعرف، انا قريت وانا كذا، وبعدين عندنا اثنين ثلاثة بالمدرسة نفس الشيء. قلت له بس انت تعرف شنو ابعاد الموضوع؟ فبديت اسولف 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 اسولف. كان يقول لي والله الموضوع كبير يعني. قلت له اي كبير. سمعي شنو قال؟ كان يقول لي بس انت كلامك معاي غير كلام ابوي معاي. قلت له شو الفرق؟ كان يقول لي انت ما قلت لي غلط ولا قلت لي حرام ولا قلت لي عيب ولا قلت لي احبسك ولا قلت لي انت مو ولدي وانا متبري منك. لا انت قاعد تسولف معاي وانت بينت لي ووضحت لي شنو الامراض اللي تجي من الشذوذ. انت قلت لي قصة لوط عليه السلام، انا اول مرة اسمع القصة بالطريقة اللي انت قلتها، مع اني انا سامع القصة 10 مرات بس انا اول مرة اسمعها بالطريقة اللي انت قلتها. بعدين انت وانت تسولف معاي تبتسم وتاخذ وتعطي، يعني انا صراحة الحين ما راح احب المعلم مالي وبحبك انت. يعني شوف الحوار هذا، حوار بسيط سريع خلال نص ساعة مع شاب عمره 13. عندي حوارات مع بنات دخلوا في الإلحاد بديت أسولف معاهم، حتى واحدة من البنات قالت لي أنا حبيت الإلحاد من فيلم. قلت لها والله شو اسم الفيلم؟ كانت تقول لي اسمه. قلت لها أنا ما شفت الفيلم ممكن أشوفه؟ كانت تقول لي طبعا. أرسلت لي الرابط، قلت لها شوفي أنا الحين ما أبي أسولف معاك عن الإلحاد. البنت عمرها 14 سنة. قلت لها انا ما ابي اسولف معاك عن الالحاد، خلي اشوف الفيلم اول. قالت لي طيب انطرك انا. طبعا انا امها كلمتني عن هالموضوع. فشفت الفيلم انا، والا فيلم فعلا يكرس مفاهيم الالحاد كامله، وصراحه الفيلم مقنع. يعني لو انا مو متربي صح ولا انا مو ما عندي قيم قويه وما تهز، الفيلم يهز يخلي الواحد يفكر. السيناريو مكتوب بدراسة، الكلمات المستخدمة في الفيلم كلمات مؤثرة خاصة حق الشريحة اللي خلينا نقول ما في خلفية معرفية أو يعني تصلي وتصوم كذي لأن شافت أمها تصلي وتصوم من غير معرفة، لكنه مؤثر. بعد ما شفت الفيلم رحت أتحاور مع البنت، قلت لها بس ترى كذا كذا كذا، وأخذت وعطيت معاها. طبعا ما اقول لك ان هي بجلسه واحده تغيرت، لكن لان هي شايفه 100 فيلم انا شفت فيلم معاها، وبالتالي هذه مسؤوليه كبيره انه احنا اليوم ما عاد انه الاب له مهام والام لها مهام والعيال لهم مهام. هذا الكلام في الزمان كان ينفع، اما اليوم لا. اليوم انا اذا ما عايش اولادي، إذا ما أعايش بناتي معايشة فعلية، وخلوني أضحي. يعني عندي واحدة من الأمهات ذاك اليوم تقول أنا فاتحة محل حلويات وكل وقتي على الحلويات. قلت لها يا ماما أنت حين عندك 4 عيال كلهم انحرفوا عقديا، واحد بأمريكا دخل في الإلحاد، والثاني قاعد يتعاطى حشيشة، والبنت فسخت حجابها، وأنت تبيعين كاكاو؟ أنت براسك عقل، ايش تبين بالكاكاو انت الحين؟ وفي 1000 محل في البلد يبيع كاكاو ويبيع حلويات، يعني ضيعتي عيالك على محل حلويات؟ عندي واحد فاتح له مطعم همبرجر ذاك اليوم يايني يلطم، قلت له ايش فيك بعد؟ كان يقول اسكت، اكتشفت ولدي شاذ جنسيا. قلت له طيب صادقه، العب معه، اطلع وياه، سولف معه. قال انا عندي مطعم ابيع همبرجر وابيع لحم وكذا، وش اسوي بالمطعم؟ قلت له الحين ولدك ولا المطعم؟ فإحنا صار أكو فتنة جديدة الآن، فتنة المشاريع الخاصة على حساب التربية. أول إحنا نتكلم عن فتنة المخدرات، فتنة النساء، فتنة المال، الحين القضية مو كذي، الحين القضية صارت أكبر من هذا. إحنا حتى على مستوى العلاقات الزوجية، تفضلي. معلش كمل عن مستوى العلاقات الزوجية. أبو أنا قلت علشان قاعد أنا أحاول أجمع أكثر من سؤال طرحتوه علي يعني بإجابة كاملة. حتى على مستوى العلاقات الزوجية، أتي الزوجة صار لهم 7 سنين متزوجين، تقول حق الزوج خلاص أنت الحين مالك حكم علي. قال لي شنو مالي حكم علي؟ أنا ما فهمت. جاي يقول أنا والله قريت كتاب وتابعت برامج باليوتيوب، والمرأة
زوجها ما له حكم عليها، وانا اسوي اللي انا ابيه، واطلع باي وقت ابي، واسافر باي وقت ابي، والبس اي شيء ابي. فطبعا مسكين ياني ذاك اليوم في المكتب، قال يعني احنا شو اسوي فيها هذه؟ يعني شو اسوي بس الزوجه هاي شو اسوي فيها؟ قلت له زين نادها نادها خليها اسولف وياها نادها. المهم جيت قعدت وياها، قلت لها انت شو السالفه؟ كانت تقول لي انا مظلومه وانا كذا. قلت لها طيب يعني، بدات تسولف لي عن لما كانت في بيت ابوها، وفعلا ابوها كان ظالمها. قلت لها اقول لك شيء؟ ترى ابوك كان ظالم صدق، بس انت طبقتي ظلم ابوك على زوجك. طيب مسكين هذا ظلمك؟ كانت تقول لي لا هذا ذكوري. هي مسكينه، هي حافظه مصطلحات تقراها بالتويتر، تقراها بالانستغرام، تقراها بكتاب. ذكوري، مجتمع ذكوري، هذا ذكوري، تسمع ذكوري ذكوري ذكوري، بس مو عارفه تطبق مسكينه. تعرفين يعني مثل اللي قاعد يتعلم صيني ويروح يكلم فرنسي صيني. يا بابا هذا فرنسي مو صيني. بالضبط. هي مسكينه سامعه كذي كلمات بتويتر، مجتمع ذكوري، هذا ذكوري، نسوي ذكوري، نسوي، وبعدها قالت طبق، قالت له انت بعد. فلما كلمت الزوج، ولا الزوج معطيها حريتها وتطلع وتلبس ولا عندها مشكله هي. فالشاهد من هذا انه احنا قاعد نعيش اذا في زمن فعلا قاعد يضرب القيم والمبادئ، واحنا ما قاعدين نربي عيالنا تربيه جيده بحيث انه يعرفون يتعاملون وفق هذه المنظومة. طيب شوف دكتور، أنا الآن بأسمعك، أنا أم في نفس الوقت بحاول أحور الكلام اللي سمعته منك لخطوات للجمهور اللي جالس أمامك. عفوا، أنا تعلمت إنه أنا أولادي هم أولوية، العلاقة اللي بين الجانب الشعوري هو اللي لازم أركز عليه، ما أخسرهم وأبتدي أعيش معهم، يعني أحول أولوياتي إنه أولادي من الناحية المعايشة. ولكن في تحدي في ما ذكرته من أمثلة الحوار اللي تفضلت فيه ودخلت فيه مع هذه الحالات، كلها حوار ينم عن جانب معرفي عميق عندكم. غالبية الوالدين ثقافتهم إما سمعية سطحية، يعني حتى لما جينا حالات استثنائية عندنا في الأسرة المعرفية ونحاول، بالنسبة لهم أبجديات المعرفة والوعي في هذه الأمور غايبة، فهم ما عندهم القدرة إنهم ينزلوا لمستوى التحاور مع ليش؟ هم ممكن يركزوا عليهم كأولوية، يتغاضوا عن موقفهم اللي أخذوه، أنت أهم عندي، أنا أحبك، أنا أتقبلك، أنا حاعطيك وقت من حياتي. لكن يجي عند القضية اللي إحنا بنعاملها بنتعامل معاها، هم ما عندهم الوعي المعرفي اللي يستطيع أن هم يتحاوروا، فإيش هو البديل؟ تعرفين شو اللي أستغرب منه أنا مع الأمهات والآباء؟ نعم. لما طفلك يصير مريض أنت تقرأين كل شيء عن المرض. طيب الآن فيروس، قاعد تقرأين كل شيء وحتى تستشيرين دكاترة وأحيانا مو مقتنعة بكلامهم، لأنك أنت قارية في الإنترنت معلومات كيف تتعاملين مع ولدك. ولما ولدك يدخل في عالم الإلحاد ولا عالم الشذوذ، ولا بنتك تنزع الحجاب، ما أنت مستعدة حتى تقرين صفحتين؟ طيب انتو كأمهات وآباء ليش تفرقون بين الفيروس الصحي والفيروس الفكري او الفيروس المعرفي؟ طيب بالفيروس الصحي لجأتوا لدكاترة، طيب تعالوا الجأوا هنا. بالفيروس الصحي قرأتوا في الانترنت، طيب اقرأوا هنا. يعني انتو وظفوا، يعني خلنا نستثمر الحدث بحيث اني انا اتعلم، انا مستعد اتعلم من وراء ولدي واتعلم من وراء بنتي. حتى لو نزعت الحجاب، تعالي يا ماما انت ليش نزعت الحجاب؟ والله ما في آية في القرآن تقول يا بنات تحجبوا. والله ماما صدق؟ طيب تعالي يا ماما خلنا نبحث انا معاكي، خلنا نقرأ، يلا خلنا نشوف، يمكن كلامك صح، انا ما اعرف. نسولف معاهم، تعالي يا ماما يلا نفتح الانترنت، يلا سوي سيرش جوجل، هل توجد آية في القرآن تدل على الحجاب؟ يلا خلنا نقرأ، ناخذ ونعطي. طيب الشذوذ الجنسي، نعم، معناته دكتور يعني نبتدي نوعي أنفسنا، نجدد المعرفة عندنا ونتحاور
بل من استخدام الإقصاء أو الإجبار أو العنف في قولبتهم معنا. ومرة ثانية الأم والأب هم كأنه شايفين نفسهم سلطة عليا غير قابلة للنقاش. مو معقولة يعني، مو معقولة يعني، احنا قاعد نطبق الفرعونية في التربية، لا أريكم إلا ما أرى. فرعون قالها في عالم السياسة، احنا قاعدين نقولها في عالم التربية. يا ماما اللي أنا أقوله صح، يا بابا اللي أنا أقوله صح. لا، من قال هالكلام؟ من قال؟ كل شيء قابل للنقاش، كل شيء قابل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كلهم، حتى إبراهيم عليه السلام استخدم الحيلة حتى يوصل المعلومة، لأنه هم عقولهم كونكريت. جرب يتحاور معهم مرة مرتين ثلاث، ما في كليك، ما في نتيجة. قال تعرف هذول قومي أنا أعرف لهم، والله هستخدم الحيلة والشطارة والذكاء حتى أوصل لهم المعلومة. راح كسر الأصنام وعلق الفاس على واحد الكبير هذا، قالوا له يا إبراهيم أنت كسر. قال اسألوا كبيرهم، روحوا سألوا. يعني استخدم الحيلة، استخدم الحيلة عشان يسوي. ولذلك إحنا ممكن نستخدم الحيلة في التربية، وممكن، ويا ما أنا عندي مشاكل تربوية أنا عالجتها بالحيلة، سواء على المستوى الزوجي أو على المستوى التربوي، وعالجناها بالحيلة. لأنه أحياناً الولد ولا البنت يرفض كلام الأم، يرفض كلام الأب، خلاص شبعان نصايح، فمسوي بلوك. أي شيء تقوله ماما مع السلامة، مو مقبول. مع أنه لو الخالة تقول له نفس الكلام يقبل، بس ماما لا. مغني الحي لا يطرب، ليش؟ لأنه كل يوم يغني يا أخي، كل يوم يغني مللنا، فصار مغني الحي ما يطرب. لكن لو مغني الحي بالأسبوع يغني أغنية واحدة هاي نسمعها. تخاف تكلم ولدك عن التربية الجنسية، أو أنت ما تعرفين شلون تعاملين عيالك وتوصلين لهم المعلومة في التربية الجنسية الصحيحة؟ بالمناسبة أكثر التحرشات الجنسية والمشاكل تصير مع ضحايا لم يتلقوا التربية الجنسية الصحيحة. احنا عندنا في خدمة معين التربوية منهج متكامل في كيف نعلم عيالنا التربية الجنسية من عمر سنتين ل15 سنة. ولذلك مهم جدا ان احنا نفاتح عيالنا، نسولف معاهم، نوعيهم، نتكلم معاهم، وهذا الكلام من اجل حمايتهم. اما اني انا امنع عنهم المعلومة فياخذونها من غيري او يتعلمون من غيري، بالتالي انا خسرت ولدي. فخدمة معينة التربوية تساعدكم في تربية عيالكم تربية جنسية.